تقولي لابنك انت كده محدش هيحب عشان تصرف غلط عمله او سلوك مش عاجبك فيه او لانه مش بيحب يسلم على فلان او ما بيتقبلش هزار طنط التقيل او لانه مش زي اخوه اجتماعي وبيحب يشارك الناس ويعمل صداقات بسهولة وبسرعة. ابنك مش زي اخوه. ما ينفعش تقولي لابنك ان محدش هيحبه لمجرد حاجة غلط بيعمل لان سنه لسه صغير ومش فاهم كويس الصح والغلط وعواقب كل حاجة. شوية هيكبر وهيتعلم الصح والمناسب كل ما يكبر وكل ما توجهيه بطريقة صحيحة، وهيكبر معاه كمان اعتقاده اللي انت ثبتتيه في عقله ان محدش هيحب، فاما هيبقى بيعمل كل حاجة عشان بس يرضي الناس ويحس بحبهم ليه، او يبقى ما عندهوش ثقة في نفسه انطوائي ومش قادر على التعامل والتفاعل مع الناس، خايف دايما انه اقل من الناس ومهما عمل محدش هيحبه فيتعامل مع الناس بعدوانية ورفض. عبارة عن حبك دايما لابنك وثبتي في عقله انه محبوب من كل الناس حتى لو تعامله قليل معاه. ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.